عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. هذا النهار غادي نشوفوا كيفاش نحلوا هذا البالون هذا بدون ما نستعمل مفتاح للربط. ها هو باش نحلوه بيدينا لا يمكن. اش كنديروا؟ كنجيبوا بالون بهذه الطريقة، بالون عادي اللي يكون الكراوات ديالو بارين على البالون اللي عندنا هنا. نستعمل هذه الطريقة لما قدرناش نحلو، ما عندناش السيرو اللي نحلو به. نجيبو البالون نرجلو الطريقة هذه، ثم نفتحو بكل سهولة هذه الطريقة. هذه في حال عدم وجود مفتاح. كيولي على شكل كلامونيط، البولون ديالنا نزيرو بهذه الطريقة. ثم نعيد التركيب إلى بغينا نركبو بهذه الطريقة. هذه الطريقة كتنفع 100%. نتمنى هذا الفيديو إلى عجبكم، شاركوا في القناة كي تشاهدوا حيلا أخرى تنفعكم في المنزل. إلى اللقاء.